مستمرين طبعا مع حضرتك، ومعانا واحد من نجوم المباراه النهارده طبعا كابتن مروان سرحان. يا كابتن مروان، يا كابتن مروان طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك على المباراه النهارده. اداء جيد من جميع لاعبي النادي الاهلي، شايف النهارده الاداء ازاي والمباراه بشكل عام؟ طبعا الحمد لله على الفوز النهارده. المباراه ما كانتش ما كناش في احسن حالاتنا، يعني ده برضو ممكن يكون نتيجه التعب وسادس ماتش في فتره قصيره. فأهم حاجه طبعا في الاول مبروك على المكسب، يعني النتيجه اهم حاجه، والاداء بس ممكن يكون مش احسن حاجه بسبب الارهاق، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى احسن يعني نتحسن. طبعا يعني ما شاء الله 5 مباريات، يعني خمس مباريات كمان فوز، يعني بالعلامه الكامله النادي الاهلي بينهي مشواره او بينهي يعني الدور الاول من بطوله دوري السوبر، لكن لسه طبعا متبقي مباراه واحده يا مروان. فان شاء الله يعني هتستعدوا ازاي للمباراه القادمه، وتستعدوا برضو ان شاء الله ازاي للدور الثاني؟ انا عارفه كمان في توقف دولي بالنسبه للمنتخب. هو كده بالنسبه لنا النهارده كان الماتش السادس، وعندنا ماتش متاجل مع الجزيره ان شاء الله هيتلعب بعد البريك بتاع المنتخب. فان شاء الله يعني الفتره دي الناس عندنا اصابات، عندنا ناس بعيده تقدر تخش تاني في الفرقه وتستعد للفتره اللي جايه، عشان احنا محتاجين كل الناس، عشان الماتشات الكتير اللي ورا بعض دي بيبقى فيها حمل كتير على اللعيبه. فدي فتره كويسه ان احنا نستعيد كل الناس اللي مش جاهزه والبعيده، عشان نبقى ان شاء الله في الدور الثاني يبقى كاملين الصفوف ونستعد لكاس مصر والبيست اوف فايف. زي ما انت قلت يا مروان، طبعا في العديد من الاصابات في صفوف الفريق، عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، كمان يمكن مستر جوس النهارده ريح يوسف معداوي وعمر عزب. زي ما انت قلت في حمل كبير على اللعيبه، وده بيخلي في مسؤوليه اكتر عليكم، لكن طبعا كلام مستر جوس معاكم يعني قول لي كده دايما بيتكلم معاكم في ايه، او ازاي بيخليكم تستعدوا طبعا للمباراه دي، بقى خاصه ان بيبقى في حمل كبير على عناصر معينه في الفريق؟ طبعا احنا بقى لنا 3 سنين مع بعض، فاحنا كلنا يعني حافظين السيستم. ما بتفرق يعني، طبعا كل واحد ليه دور وليه اسمه والحاجات دي كلها، بس لو لاحظنا على مدار ال3 سنين اللي فاتوا مش ما عندناش مشكله مين غايب مهما كان اسمه، يعني الحمد لله عندنا ناشئين وعندنا دكه تقدر تعوض غياب اي حد، ودي حاجه مش سهله يعني. فاحنا دي حاجه قدرنا نبنيها في على مدار ال3 سنين، ان اي حد موجود في الفرقه يقدر يشيل، يقدر يعوض غياب اي حد، فدي نقطه مهمه جدا في اي فرقه. شكرا جدا طبعا يا مروان، وبارك لك تاني على المباراه دي، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه، وزي ما متعودين دايما منك كده اداء جيد يا مروان في جميع المباريات. شكرا شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع 2 من نجوم النادي الاهلي، طبعا المحترف عيسى وكابتن مروان سرحان. والان عوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سارة حامد بشكرك شكرا جزيلا. لو زي ما حضراتكم تابعتوا يعني لقاء مع عيسى، وقد ايه هو يعني الهزار اللي بيحصل قدام الكاميرا ده بيدللك قد ايه هو مرتاح، قد ايه هو سعيد بوجوده هنا.